عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، ذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال متين غوراق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية. عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال متين غوراق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، والتي استمرت لعدة أيام، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكل من مصر وتركيا. وعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومي لكلا البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها. وعلى صعيد الزيارة، التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد يشار جولر وزير الدفاع التركي، حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فيما أشاد وزير الدفاع التركي بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكري المصري التركي، مثمنا الدور المصري المؤثر والفاعل بمنطقة الشرق الأوسط. كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، واستمع إلى عرض تقديمي لمجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الدفاعية. كما قام بجولة تفقدية شملت عددا من الشركات، منها شركة بايكار، وكذا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية.